السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي. اليوم إن شاء الله حصة جديدة في منهج كونكت يونت 2 ليسن 2، الدرس الثاني من الوحدة الثانية. إن شاء الله شرح ملخص الأضواء جيم، بيج 68، صفحة 68. الدرس ده متعلق بساينس، ساينس طبعا معنى العلوم. نحن نتكلم على Egyptian Desert Animals، حيوانات مصر الصحراوية. طبعا هنبدأ بنيو ويردز، كلمات listen point and say desert desert صحراء desert desert Europe 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 Africa 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 big 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 cold cold. طبعا هنا adjective، ده اختصار adjective يعني كلمة صفة. cold cold open open areas open areas female female hot 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 thick thick. طبعا هنا تي اتش تنتظر حرف الثاء thick thick. طبعا عكسها كلمة thin وهي نحيف او رفيع thin تي اتش اي ان. mammals 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 male male. اذا هنا female انثى وmale مذكر male. heat 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 beautiful 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 wings wings. expressions and phrases during the day during the day at night at night lose heat lose heat keep warm keep warm keep warm. هنا طبعا جايب لك في الكتاب من اسفل ملاحظه، طبعا هنا عندنا ادوات القياس، طبعا سنتيمتر والمليمتر. طبعا سنتيمتر وهو سنتيمتر، والمليمتر طبعا في اصغر قياس وهو المليمتر. طبعا هنا جايب لكم مثال the ruler is 30 centimeters tall. اما بالنسبه للمجر ويت الوزن we use grams kilograms kilograms. the phoenix fox is about 1 kilogram heavy. طبعا لاحظ ان how tall الطول الرأسي، اما how long الطول الافقي. how tall الطول الرأسي، how long الطول الافقي. هنا page 69 animal fact file. طبعا هنا بتكلم لك على بعض الحيوانات ويجيب لك معلومات عنهم وزي تعرف تكتب تعبير بالنسبة ليهم توضحهم في قطع التعبير. فينك فوكس، ثعلب الفينك. Where does it live? Where does it live? بعيش فين؟ In the deserts of North Africa. In the deserts of North Africa. طبعا في صحراء شمال أفريقيا. How tall is it? How tall is it? كم طول رأسي؟ طبعا 20 centimeters. 20 centimeters. 20 سنتيمتر بس. How heavy is it? كم وزنه؟ About 1 kilogram. About 1 kilogram. How long is it? طبعا الطول الأفقي from 30 to 40 centimeters، يعني من 30 ل 40 سنتيمتر. what does it eat what does it eat بيأكل إيه؟ insects small lizards mice. هنا mice طبعا جمع شاذ لكلمة mouse. طبعا هنا أصل كلمة mouse يعني فار، طبعا mouse فار جمعها كلمة mice فئران. طبعا هنا التعبير إذا خدنا معلومات من الفاكت فايل وكتبها في التعبير. The phoenix fox lives in the desert. ثعلب الفينك بيعيش في الصحراء. هنا طبعا لازم فاعل وفاعل. الفعل هنا كلمة lives. اذا خد السؤال هنا خد كلمة live هنا، طبعا هو بيتكلم على the phoenix fox. اذا هنا the phoenix fox lives، جاب الفعل هو في السؤال وضع له اس لانه زمن مضارع بسيط، سؤال في زمن مضارع بسيط. in the desert it's smaller than other foxes it's smaller than other foxes اصغر من الثعالب الاخرى. its ears are big its ears are big. هنا كلمة its هنا صفة ملكية وليس اختصار كلمة it is. اذا هنا عشان هنا ما فيش ابوستروفي، طبعا هنا its صفة ملكية ويأتي بعدها اسم. اذا it ears معناها بمعنى اذناه اذناه، طبعا على حسب الصورة اذناه
are big يعني الفعل are big really big طبعا ودنها كبيرة حقيقي كبيرة. The Finnish fox needs big ears to hear insects and small animals. طبعا بيحتاج هو الأذنان الكبيرتان عشان نسمع الحشرات والحيوانات الصغيرة. During the day. During the day بمعنى خلال النهار. هنا كلمة the day بمعنى النهار دائما تستخدم كلمة day بمعنى النهار والليل طبعا night. During the day it's hot in the desert. طبعا خلال النهار الجو حار في الصحراء. The fox loses heat from its ears. طبعا الثعلب بيفقد الحرارة من عن طريق أذنه. At night it's cold. طبعا في الليل برد. The fox's thick fur keeps it warm. إن the fox's thick fur معنى فرو الثعلب السميك يحفظه أو يخليه يجعله دافئ يجعله دافئ. هنا أبوستروف إس ده إس الملكية تعود على thick fur تعود على الثعلب. The fox's thick fur keeps it warm. Page 70 هنا بيتكلم على ستيب ايجل طبعا نسر السهوب. طبعا الأسئلة وهنا طبعا الانسرز الإجابات وكتب عنهم طبعا تعبير باراجراف. How long does it live بعيش طبعا ما المدة اللي بتعيشها. Around 30 to 40 years يعني حوالي أو من 30 ل 40 سنة. How heavy is it كم وزنه. Around 3 kilograms. How long is it طبعا كم طوله الأفقي. From wing to wing يعني من جناح إلى جناح. Around 170 centimeters يعني حوالي 170 سنتيمتر. وهنا بيتكلم على ستيب ايجل. Look at the eagle flying انظر إلى النسر يطير. It's beautiful إنه جميل. Isn't it أليس كذلك. طبعا ده اسمه نوع من الأسئلة اسمه question tag بيأتي لو الجملة منفية لجملة مثبتة نأتي بصيغة السؤال المنفية أما لو جملة منفية نأتي بها مثبتة. The step eagle travels from Europe to Africa. The step eagle travels from Europe to Africa in winter. طبعا يسافر من أوروبا إلى أفريقيا في الشتاء. It lives in very big open areas. طبعا بيعيش في أماكن مفتوحة كبيرة. It eats other birds, small mammals and rabbits. بيأكل الطيور الأخرى والثدييات الصغيرة والأرانب. When it opens its wings, it's longer than you. طبعا لما يفتح أجنحته بيكون أطول منك. The female is bigger and heavier than the male. طبعا الأنثى أنثى النسر الشهوب أكبر وأثقل من المذكر. هنا بيج 71 طبعا بارت بي. هنا بارت بي عايزك طبعا تتكلم على او توصف صورة describing a photo. طبعا ازاي تاخذ المعلومات وتكتب تكتب عنها زي تعبير. هنا جايب لك مثال على سنيك ده. What is it ايه ده طبعا it is a snake. طبعا الاجابة بنعكس بين ده الفاعل والفعل ونعرفه it is a snake. What is doing بيعمل ايه. The snake is lifting its head up طبعا بيرفع رأسه للأعلى. How does it feel بيشعر بيه. It probably feels scared غالبا بيشعر بالخوف. Why لماذا. It saw someone or something عندما يرى شخص ما أو شيء ما أو شخص ما. وهنا هذه المعلومات. It's a snake. The snake is lifting its head up. It probably feels scared. It saw someone or something. هنا page 72 صفحة 72. Look, read and write. طبعا هنا جايب لك هنا step eagle طبعا هتجاوب على الأسئلة وتكتب عنهم تعبير. Question 1. What is it ايه ده طبعا هنعكس بين الفاعل والفعل. It is a step eagle. It is a step eagle. What is it doing بيعمل ايه.
نفس السؤال it is flying. it is flying بيطير. what can it see بيقدر يشوف ايه؟ هنعكس it can see small mammals and rabbits. it can see small mammals and rabbits زي ما احنا قرأنا عنه. how does it feel it feels. it feels نضع لها اس. it feels strong. it feels مثلا strong يشعر بالقوة. طبعا انا كتبت الانسرز الاجابات وطبعا نفس الاجابات ترتبهم جنب بعض يكون باراجراف. it is a step eagle هنا. it is flying طبعا بيطير. it can see small mammals and rabbits. it feels strong. it feels strong. نأتي هنا للتدريبات الخاصة بالدرس page 73. طبعا احنا يهمنا هنا اساعدكم في حل الباراجراف. look and write a paragraph of four sentences. you can use these guiding words. طبعا هنا جاب لك على تكلم على the step eagle. جاب الكلمات هنا beautiful travels eats female. طبعا قرأنا قطع عنه لكن طبعا نساعدكم بقراءة شفهيا. هناخد هنا زي نكتب الباراجراف ان احنا ناخد العنوان the step eagle طبعا هنا مفرد is نضع له الفعل is 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 beautiful full stop كده انتهينا من جملة. it ان ضمير it يعود على the step eagle. it travels from Europe to Africa in the winter. it travels from Europe to Africa in winter. it eats small mammals and birds. the female is bigger and heavier than the male. the female is bigger and heavier than the male. نأتي هنا أعزائي الطلاب لبيج 74 سؤال البنكتشويشن. بنكتشويت ذا فيلوينج سنتنسز. طبعا سؤال الترقيم طلاب كثير بتغلط فيه. طبعا لا تنسوا في اختبار الكتروني الدرس ارجو الاجابة عليه وكتبت الدرجة في التعليق. هنا it is longer than you. طبعا هنا لابد من كتابة الجملة كاملة لكن هكتب هنا بس خطوات. لكن في الامتحان الالكتروني واي امتحان تكتبوا الجملة كاملة بعلامة الترقيم صحيحة. فوض هنا طبعا it تكون زي ما هي وهنا ابوستروفي ابوستروفي اس. هنا ابوستروفي زين اول جملة كابيتال ابوستروفي اس longer than you طبعا جملة سليمة. number 2 where does it live بيعيش فين. طبعا ده سؤال نبدأ بأولها W capital هنا في الآخر المفروض هنا question mark. وكده أعزائي الطلاب والطالبات أكون انتهيت من شرح الدرس الثاني من الوحدة الثانية من منهج كونكت 4 من ملخص الأضواء جيم. أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.